كما كان متوقعاً، انشغالات الوسيط الأمريكي أموس هوكستين بجولة الرئيس الأمريكي جو بايدن على المنطقة منعتهما أن يحط في القريب العاجل في لبنان لإبلاغ المسؤولين عن نتيجة محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين وردهم على المقترح اللبناني بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. فكانت جولة مكوكية للسفيرة الأمريكية دوروثي شي مفادة منه، استهلتها الخميس بلقاء رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بعيدا عن الإعلام، واستأنفتها صباح الجمعة من قصر بعبدة بلقائها بالرئيس ميشيل عون بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي كان أول من اطلع من هوكستين قبل أيام على نتائج تلك المباحثات. مصادر مطلعة على الاجتماع رفضت الإفصاح عن تفاصيل ما جرى التداول به لما فيه مصلحة لبنان العليا، واكتفت بالتأكيد بأن شي نقلت الأجواء الإيجابية وتأكيد الوسيط الأمريكي بأن التقدم مستمر في ملف الترسيم. كما نفت تلك المصادر كل ما ورد من تسريبات صحفية حول فحوى الرد على المقترح اللبناني، مؤكدة أن كل ما نشر لا يمت للحقيقة بصلة. شي التقط أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني، ووضعته في أجواء تطور الاتصالات التي أجراها هوكستين، وكررت أمامه ما نقلته إلى الرئيس عون. وزير الداخلية والبلديات السابق العميد مروان شربل لم يستبعد خلال برنامج هنا بيروت الوصول إلى حل يرضي الطرفين في مسألة الترسيم بضغط أمريكي لمصلحة أوروبا. الدولة اللبنانية برؤساء الثلاثة اعترف، قالوا له لهايكشتاين، قالوا له انه شو وين اللي لازم، نحن حدودنا وين وحقنا وين وارضنا وين، هون ساعتها. هلا اذا ما صار في تفاهم حول اللي طلبوا منه الرؤساء الثلاثة، انا باكد لك معلومات ما حيتنازلوا. اللي قالوا له عنه لهايكشتاين هيك واحد اثنين ثلاثة هالقد درهم، وما راح يتنازلوا بقى الدولة اللبنانية باسم الرؤساء الثلاثة. أنا بتقديري رح يصير في تفاهم، ومن هلا لإيلول رح يمشي الحال. يعني تتوقع أن يقبل العدو الإسرائيلي باقتراح لبنان بضغط أمريكي، لأنه بدهم أنه يمشوا هذا الخط الأنابيب بدون أي ضجة، لا ضجة سياسية ولا ضجة أمنية، أنه توصل وبالنهاية بدهم أنه يحصروا روسيا بأوكرانيا، أنه نحن مش بحاجة بقى لإلك بالغاز اللي أتعطيه عن ألمانيا وعن فرنسا وعن أوروبا. أما في وزارة الطاقة فلم تتطرق السفيرة الأمريكية إلى ملف الترسيم، فالتركيز كان على التوقيع الأخير لعقود الغاز مع مصر وسوريا في 21 من حزيران الماضي. شي هنأت وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض على التوقيع، وكشفت السفيرة الأمريكية عن تقدم حصل على مستوى الضمانات بما يتعلق بالإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر، وأشارت إلى أن العمل جار من أجل تمكين لبنان من تنفيذ عقود الغاز لما له من ارتدادات إيجابية على المنطقة بأكملها.